السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب. اليوم حاب أشرح لكم حل مشكلة إنك يوم تدخل كود مودرن وورفير 2 إن اللعبة ما تشتغل، أو يعني تدخل أول ما تطلع لك كلمة بلاي ما راح تشتغل، خاصة إن هذه المشكلة اللي بالميدل إيست خاصة. فالحين خلنا نراويكم شو هي المشكلة، يعني كيف سبب المشكلة وكيف تحلونها. فأول شيء طبعا تدخل باتل نت، تكون اوريدي منزل اللعبة وتضغط عليها بلاي. تمام، طيب شباب مثل ما الحين تشوفون اول ما راح تدخل اللعبة راح يطلع لك هذا. من بعد ما تسوي كونكت حق اللعبة فاول شيء راح تضغط سكيب. طبعا انت ما راح يطلع لك كذا، لو كانت عندك المشكلة راح يطلع لك انه بلاي، راح تتم تسوي بلاي 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 وما راح تشتغل لك مثل كذا. فالحين خلني اشرح لكم كيف تحلوا هذه المشكله، لانها سهله جدا، بس عليكم تسوي شيء هو يعتمد على سرعه الانترنت، بس يعني الكل يقدر يحلها ما في مشكله. زين مثل ما تشوفوا احنا رجعنا لين اللعبه الباتل نت، تروح يسار عند الاوبشن راح تضغطوها، راح تاخذوا موديفاي انستال، خاصه هذه اللي حاطين بس اللغه الانجليزيه. لازم تشبك باللغه العربيه لانه الاي بي ادرس مالك اكيد ميدل ايسترن فعربي، فتختار انك اللغه العربيه حجمها 1.4 جي بي، وتختار ايش اللغه المفضله، تختار عربيه او انجليزيه شيء راجع لك، بس لازم تنزل اللغه العربيه واللعبه راح تشتغل 100% ما في اي مشاكل. واتمنى ان الفيديو عجبكم، اذا في اي سؤال او استفسار بالكومنت، وشكرا للمتابعه.